واحنا بنستقبل ولا تتمس في يوم الارض ولا تتمس في يوم الارض فرد الموت الموت لنا فرد لو هندوس عن مرقبين دين في رقبنا اليوم الدين بلا عين بلا عين حنو في الوعد لو هنعيش هنعيش ده مش شكله جيش منتصر ده جيش متسحب وبعد هزيمة تقيلة كمان اي حركة غلط هنضرب في المليان المعركة خلصت خلاص وملوش لازمة ان اي حد تاني يموت سلم سلاحك بهدوء لان المقاومة ملهاش اي معنى دلوقتي ميجور سليمان جلال ياه قد ايه الدنيا دي صغيرة يا ميجور سليمان ومصير الحي يتلقى انا لو كنت اعرف انك هتبقى واحد من الارهابيين دول ما كنت سبتك تمشي يوم اضطرابات الجامعة كنت قتلتك بنفسي ازاي تقتل زمايلك في السلاح تقتل اهلك يا جلال احنا ما قتلناهمش يا ميجور سليمان ما قتلناهمش احنا اخدناهم اسرى لما هم اضطروا يسلموا نفسهم لما الذخيرة اللي معاهم خلصت احنا مش قتلين قتل يا ميجور خدوا الميجور سليمان وحطوه مع بقية الاسرى
مبروك يا جنرال على الانتصار العظيم ده. ما تتصورش انا سعيده قد ايه، اخيرا خلصت البلد من عيال المزعجين دول. مالك سعادتك؟ في حل؟ هيكون ماله يعني، اكيد تعبان، تلاقيك ما اكلتش من امبارح. انا هحضر لك عشوة، انما ايه، على مزاجي. استر، اللي لله انا تعبان، عاوز انام، سيبيني لوحدي. هو ماله؟ في ايه؟ ايوه يا استر. ايوه يا ادم، هو الجنرال ماله؟ ماله؟ مش عارفه، بس راجع من القياده مهموم كده ومهدود، كانه في مصيبه حصلت، مع انه الاخبار كلها كويسه. اخبار ايه؟ الاخبار اللي احنا سمعناها في الاذاعه والتلفزيون عن هجوم الجيش على مقاطعه ابو خالد. ادم انت كنت معاه هناك في القياده مش كده؟ ايوه كنت معاه. طب ايه، مش كله تمام والجيش استولى على مقاطعه ابو خالد واحتلها؟ ايوه الجيش دخل المقاطعة فعلا واحتلها، بس اضطر ينسحب. ايه؟ اضطر ينسحب؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل كان كارثة يا استر، كارثة كبيرة قوي قوي، كارثة بكل معنى الكلمة. انا انهزمت يا عزيز، انهزمت. انت بتقول ايه يا جنرال؟ ومين ده اللي هزمك؟ شوية العيال المتمردين بكم حتة سلاح قديمة هزموني، هزموا دولة كردستان العظمى. ياه، كل حاجة ضاعت ضاعت، فضحتي هتبقى بجلاجل، فضحتي هتبقى بجلاجل في العالم كله. أعمل لسيادتك كاسة. عزيز صب لنفسك كاس. اقعد يا عزيز اقعد. ما يصحش ساعتك. اقعد يا راجل، انت ما انتش غريب. اقعد يا عزيز اقعد. احنا نعرف بعض من امتى يا عزيز؟ يا من زمان، من سنين طويلة، من ايام ما كنا في المدرسة مع بعض. فاكر؟
كنا عيال بنعمل كل اللي احنا عايزينه، واي حاجة تيجي في دماغنا كنا بنعملها، ولا كان بيهمنا حد ولا بيهمنا اي حاجة. الايام دي راحت فين يا عزيز؟ راحت فين؟ الزمن جري بينا سعادتك، والعمر بيعدي. فاكر لما كنا بنلعب عسكر وحرامية، وكنت انت دايما تعمل العسكري ونعمل الحرامي؟ كنت دايما انا اللي بكسب، ولما انت كنت تكسب كنت بضربك ضرب. كان عندنا احلام كبيره قوي يا عزيز، قوي. فاكرها؟ طبعا يا جنرال، ودي حاجه تنسي. كنا بنحلم نهاجر على مصر ولا سوريا ولا لبنان. نعمل مشروع تجاري انا وانت، شركه قهوه او مطعم عشان ناكل ببلاش وناكل كتير ونكسب كتير، يجي كده 100 جنيه في الشهر. كانت ثروه اياميها سعادتك، ثروه. ايوه، كان بالنسبه لنا كنز علي بابا. تعرف سعادتك، دي كانت ايام جميله. كانت ايام جميله قوي يا عزيز، ايام جميله كلها لعب وضحك وأحلام، لغاية أمي معيت وأبويا طلقها واتجوز عليها الولية التانية، ما كانتش طياني وكفرتني في عيشتي. أنت عارف الولية دي هي السبب ان انا هربت من البيت واتطوعت في الجيش. عارف سعادتك، ما سعادتك اتطوعت في الجيش من هنا، وانا جري وراك اتطوعت انا راخر، فضلت خايم زي ما انت. انا ترقيت وبقيت شاويش وانت فضلت زي ما انت. انا كفايه قوي بالنسبه لي أنا أكون جنب سعادتك. أصب لك كاس سعادتك؟ لا يا عزيز، كفاية. أنا تعبان، تعبان أوي، نفسي أنام. ثواني سعادتك، أجهز لك السرير. واضح انها كانت معركة شرسة قوي، باين عليها. يا ترى مين اللي كسب فيها؟ الحكاية واضحة زي الشمس. انت بتعمل ايه هنا انت وهو؟ يا نهار اسود، انا مش قلت لك خلينا في أرضية احسن؟ مين؟ مستر فرانك؟ غسان، وقعت قلبي يا شيخ. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ايه اللي جابكوا يا جماعه؟ انا سمعت ان الجيش هاجم المقاطعه، قلت اجي اطمن عليكم. لا فيك الخير، ازيك يا خواجه كارلو؟ انا كويس، ممكن اروح الحمام؟ الطريق من هنا مسدود، هنضطر بس نعمل لفه صغيره عشان نقدر نخش المقاطعه. اوكي يا غسان، اوكي. يا رجاله خليكم انتوا هنا، اي سلاح او ذخيره تلاقوها لموها وابعتوها على الساحه. دلوقتي نقدر نتحرك. اوكي، اتفضل. اتفضل. اتفضل.
دخلوهم هناك على السراير جنب اي حد حتى. حورية علي، ايه الاخبار؟ كل خير، كل الاصابات خفيفه وقدرنا نعالجها. المشكله ان انا عندي كام اصابه جامدين جدا. انا بعد اذنك بعت هاشم يروح يجيب الدكتور لاني كنت محتاجاه قوي هنا. قول لي، في ناس كتير ماتوا؟ ايوه مع الاسف. سيد عامر؟ ايوه دار. اخبار ابو العلا ايه؟ ابو العلا بخير، هو وشمطوري وجلال بيلموا السلاح وبيأمنوا المقاطعه من الذخيره والالغام. حريه، في ناس من الجيش اتعوروا جامد، لازم تاخدي بالك منهم كويس قوي. حاضر يا اخوانا. انا اسف، لازم تباتوا هنا الليله دي، مش عايزين حد فيكم يتعرض للخطر. سيد عامر. ايوه غسان. في ناس مستنيينك بره. عن اذنك. دلوقتي مش هينفع، انتوا تروحوا تستريحوا دلوقتي، وغسان بكره الصبح هيفوت عليكم ياخدكم مطرح المعارك ما تمت وتصوروا اللي انتوا عاوزينه. بس انا لازم اعمل معاك حوار، اظن بعد كل اللي حصل ان الاوان بقى انك تتكلم يا مستر عامر. بعد ما تخلصوا تصوير بكره هتقابلوني في مركز القياده نتكلم على راحتنا. اوكي. وانا كمان هصورك ما دام في حديث مع فرانك، يبقى لازم في تصوير مع كارلو، رايت مستر عامر؟ طيب يا كارلو، اشوفكم بكره الصبح. غسان خليك معاه. أمرك يا خال. أنت إيه يا سنابوي؟ أيوة يا سالم، في حاجة؟ أنت بتسألني أنا إذا كان في حاجة؟ أنت اللي عارف يا أخوي. شوف بقى، أنت سابق قبل كده ومنعتني ان انا اخد اي اخبار او ان اديها لوكالات الانباء اللي بتعامل معاها، واتهمتني بابشع التهم، ودلوقتي حضرتك جايبهم لغايه هنا عشان يطلعوا على ادق اسرارنا ويعرفوا احنا بنخطط ليه. ايه يا اخي، انت بتحلل لنفسك ليه اللي انت بتحرمه عليا؟ عشان دول ناس محترفين يا سالم، محترفين ومحترمين. قصدك ان انا مش محترم يا سنبوي؟ قسما عظما، لو نادهتني باسم نبوي ده تاني لكسر رقبتك ورقبه اللي يتشدد لك. ولعلمك بقى، نبوي ده والسر الكبير اللي انت عمال تهددني بيه كل شويه ما بقاش يفرق معايا ولا له اي معنى، فاهم ولا لا؟ ايوه، بس انا ما غلطتش. لا غلط، غلطت لما قلت لي انك بتشتغل لحساب وكاله اجنبيه وطلع غلط، ولما قلت لك ما تبعتش اي خبر لاي حد غير بمعرفتي برضه نفذت اللي في دماغك وعملت اللي انت عايزه، ودي كانت تاني غلطه. تالت غلطه بقى هحاكمك محاكمه عسكريه. يا سلام، وانت بقى اللي هتحاكمني؟ مش انا اللي حاكمك، انت دي اللجنه المركزيه، وساعتها مش هيكون فيها مرحبيني. فهمت يا سالم؟ فهمت، فهمت يا سنابوي. كومبارس. اهلا مستر ديفيد. مستر ديفيد ارجوك، مستر ديفيد، استر دي بتشتغل معايا انا لو سمحت، يعني تبعي انا مش تبع حضرتك، والمفروض ان انا اللي بلغها بالتقارير مش هي.
ما انا عارف ان انا وهي بنشتغل تبع الاي دبليو سي، وتاكد ان كل اللي بفكر فيه او بعمله في مصلحه الاي دبليو سي. ما هو عشان كده مستر ديفيد ارجوك اديني فرصه واسمعني. مستر ديفيد انا كل ما انا كل اللي عملت مستر ديفيد مستر ديفيد كانت معركة شرسة قوي. ممكن تديني بيانات تقريبية عن الخسائر؟ خسائر مين بالظبط؟ يعني نبتدي بخسائر الثوار. 13 واحد استشهدوا واكثر من 35 عندهم اصابات مختلفة. وخسائر الجيش؟ اكثر من 150 قتيل وحوالي 20 جريح. ده بقى غير اللي خدوهم معاهم وهم بينسحبوا. ويا ترى كان في ما بينهم أسرى؟ كتير. كلهم عساكر؟ لا، في كام ضابط صغيرين وفي ضابط واحد رتبته عالية، الميجور سليمان قائد كتيبة الأشاوس شخصيا. وزعوا الأكل. لو تحب سعادتك انا ممكن انقلك انت وحضرات الساده الضباط لمكان تاني. انا قاعد هنا مع رجالتي يا سيد جلال. اكبر خطا ارتكبته في حياتي اني سبتك تهرب وتنضم للارهابيين دول. ارهابيين يا ميجور؟ ارهابيين؟ مين هما الارهابيين من وجهه نظرك يا ميجور؟ اللي بيحاربوا علشان يحافظوا على ثروات البلد للاجيال اللي جايه، ولا اللي عايزين يبيعوا البلد للأجنبي بأي تمن ويقبضوا التمن ويحطوا في جيوبهم؟ مين هم الإرهابيين يا ميجور اللي بيحاربوا علشان يحققوا الحرية والمساواة والعدل للجميع، ولا اللي عايزين يصادروا البلد لحسابهم وهم مقتنعين إن هم الوحيدين اللي صح وعايزين يكتموا أي صوت؟ عشان كده طلعوا الطيارات تقتل دكتور حكيم وأبو خالد، تقتل أي حد وأي صوت يتكلم بالمنطق والحق والحرية. من وجهة نظرك يا ميجور، مين هما الإرهابيين؟ إحنا ولا هما؟ لو أوضاع البلد مش عاجباكم في طرق شرعية للتغيير، مش الثورة والتمرد والعنف. مش إحنا اللي ابتدينا العنف يا ميجور، هما اللي ابتدوه. وبعدين تفتكر في ظل نظام عسكري فاسد زي نظام الجنرال رباح الحديدي والشلة الفاسدة اللي حواليه والإي دبليو سي المسيطرة عليه، تفتكر في ظل نظام زي ده في البلد دي يبقى في حاجة اسمها شرعية؟ ده مش مبرر كافي للي انتوا عملتوه ده. انتوا اللي هاجمتونا يا ميجور. احنا كنا بندافع عن نفسنا، واعتقد ان الدفاع عن النفس حق مشروع كفريته كل الملل والاديان. انما الحاجة الوحيدة اللي انا بستغرب لها، ازاي سعادتك تفضل في الجيش لحد دلوقت رغم المهازل اللي حصلت، رغم المهازل اللي ارتكبها كولونيل رشدي؟ ازاي تسمح لسعادتك انك تبقى تحت امرة واحد زي ده؟ انا راجل عسكري زي كل اللي حواليا دول. مهمتنا الأولى هي الحفاظ على أمن وسلامة البلد دي وأمن وسلامة الشعب، شعب كربستان. وهو اللي حصل النهاردة ده كان لصالح شعب كربستان ودولة كربستان زي ما سعادتك بتقول كده؟ لا، اللي حصل النهاردة ده كان لصالح نظام مستبد كابس على نفس الكل وعايز يبيع البلد للأجنبي. الجيش النهاردة كان بيحارب مش باسم شعب ولا دولة كربستان يا ميجور. الجيش كان بيحارب لصالح شخص واحد بس، الجنرال رباح الحديدي والشلة الفاسدة اللي حواليه. وكنتوا بتحاربوا مين يا ميجور؟ انتوا كنتوا بتحاربونا احنا، ما احنا برضو جزء من شعب كربستان، الشعب اللي انتوا اقسمتوا اليمين انكوا هتحافظوا على ثرواته حياته ارواحه مش تقتلوا فيه. هو ده الشرف العسكري يا ميجور؟ هو ده واجبك تجاه وطنك؟ أنا كنت فاكر إن سعادتك هتستقيل من الجيش وتنضم لينا بمجرد ما تسمع إن الثورة قامت، لكن للأسف حصلش.
ايه ده؟ ايه كل الاسلحة دي؟ الاسلحة والذخائر اللي انت شايفها دي غنيمة المعركة اللي خدناها، ده غير بقى شوية العربيات اللي انت شايفها هناك دي. ده انتوا كده عندكم اسلحة تكفي كيش بحاله. يعني اتفضل السيد عامل استنيكم في مكتب ابو خالد، اتفضلوا. مستر فرانك، ترى غسان وراك مكان المعركة؟ أيوة، بس في الحقيقة ما قاليش إن كان في معركة تانية هنا في مكتب أبو خالد. لا ما كانش في معركة تانية. ما كانش في معركة؟ أمال إيه كل ده؟ الجيش كان بيفش غله أول ما دخل مبنى القيادة. هم لما دخلوا ما لقوش حد يحاربوا، حلبوا الصور والورق. مس حورية ازيك؟ الحمد لله. على فكرة احنا لازم نشكرك على المعلومات اللي قدمتها للأخت حورية على بداية الهجوم. ده واجبي، وبعدين المعلومات دي معلومات عامة الكل كان عارفها في قلبية، بس حقيقي محدش كان متوقع اللي انتوا عملتوه ده. الكل كان متوقع ان انتوا هتنهزموا هزيمة تقيلة قوي، وكل رجالتكم هتقبض عليهم وهتتقتلوا كلكم. ده حتى الاخبار اللي بتتذاع دلوقتي اليومين دول في أربية، سواء في الراديو والتلفزيون وفي كل حته في العالم، بتشيد بالانتصار العظيم اللي حققه الجيش الكربستاني ضد قوات التمرد في الجبل الغربي. وكويس انك جيت دلوقتي عشان العالم كله يعرف الحقيقه بالظبط. بس اقول لك انا فعلا مش متخيل اللي حصل. انا قلت اقصى حاجه ممكن تعملوها ان انتوا هتهربوا للجبال وتسيبوا المقاطعه باللي فيها للجيش الكربستاني يحتلها ويسيطر عليها. الحقيقة اللي عملته ده شيء عظيم، شيء فوق الوصف، فوق الخيال. البركة في قائدنا السيد عامر، هو اللي فكر وخطط لكل ده. البركة في الناس اللي حاربوا وضحوا بأرواحهم علشان يحموا بلدهم وأرضهم. بطل تواضع بقى يا أخ عامر، ده لولا قيادتك لينا في المعركة كان زماننا كلنا دلوقتي يا مقتولين يا مرميين في سجون الجنرال. ربنا ستر يا رفيق، ربنا ستر. الحمد لله. مستر فرانك، انت كنت عاوز تعمل معايا حديث وانا تحت امرك. مستر ادم، اقفل الباب واستناني بره شويه. دفت ايه اللي حصل يا رشدي؟ ازاي شويه عيال زي دول يهزموكوا الهزيمه المره دي؟ انا ما انهزمتش يا مستر ادم، ما انهزمتش. ما انهزمتش؟ امال بتسامي اللي حصل ده ايه؟ انتصار؟ طبعا انتصار. كفايه ان قدرت انقذ الجيش من كمين كان ممكن يضيعوا كله. 4000 عسكري، 4000 عسكري من احسن كتائب الجيش الكربستاني، ده غير الكتيبه التايهه اللي انتوا مش لاقيينها. يهزمها حته عيل صايع زي ده؟ صايع؟ اه طبعا صايع، طبعا صايع، بس صايع عبقري كمان. سبك على عماك، تخطط وتنفذ، وطبع نظريه الفيران المزعوره والقطط اللي مش عارف ايه، وتهجم على المقاطعه بكل معداتك قال عشان ايه؟ يترعب ويستسلم. هي دي كانت الخطة فعلا، الصدمة والرعب. صدمة ورعب لمين يا كولونيل؟ صدمة ورعب لمين يا راجل؟ ليه ولا ليك؟ سبك تدخل البلد بكل ضباطك وعساكرك ومعداتك بعد ما فضها بالكامل من رجالته ومن كل السكان، قطع عليك خط الرجعة، ركب الجبل وقعد يتسلى عليكوا واحد واحد. وكانت النتيجة ايه؟ اضطريت تهرب انت وعساكرك وظباطك بعد ما سبت لهم نص سلاحكو وكل الذخيره اللي كانت معاكو، وفي الاخر جاي تقول لي انتصر؟ يا راجل بلا قرف، دي كانت هزيمه ايه؟ دي كانت فضيحه. لا مش حقيقي اللي بتقوله ده، مش حقيقي. لو اللي قدامنا جيش كنا فرتكناه، كنا مسحناه من على وش الارض، لكن دول ما حاربوناش باي شرف ولا عسكريه. امال حاربوك ازاي يا كولونيل؟ حرب عصابات، حرب قذرة. كانوا بيضربوا ويهربوا،
ما كانوش بيقدروا يوقفوا يواجهونا ويوقفوا قصادنا. دول نسف الكوبري يا مستر آدم. المهم عندي إن هم اللي كسبوا. أنت جيشك هو اللي انهزم. الجيش بتاعي انهزم لأنه مش متدرب على النوع ده من الحرب. قلت للصراحة بقى، الجيش مش متدرب على أي نوع من أنواع الحروب. يعني إيه بقى الجيش مش متدرب يا كولونيل؟ هي دي الحقيقة مستر آدم. إحنا عندنا أحدث الأسلحة، أقوى الأسلحة، لكن تدريب مفيش. طب وإنت يا رئيس الأركان ما دربتش الجيش بتاعك ليه على الأسلحة الجديدة؟ لأن ببساطة ما عنديش ميزانية. ميزانية التدريب في الجيش صفر. ميزانية التدريب في الجيش صفر؟ كلام إيه الفارغ اللي إنت عمال تقولهولي وعايز تقنعني بيه ده يا كولونيل؟ ميزانية إيه اللي صفر؟ ده ميزانية الجيش الكربستاني بتعادل ميزانية التعليم والصحة والسكان التلاتة مع بعض. تلتين ميزانية الدولة بتتصرف على الجيش الكربستاني، وفي الآخر بتقولي أصل ميزانية الجيش صفر. صدقني يا مستر آدم، هي دي الحقيقة. أمال الفلوس دي بتروح فين يا كولونيل؟ بتروح في شراء أسلحة ومعدات جديدة، لأن الصفقات اللي من النوع ده بيبقى فيها عمولات، عمولات بالملايين يا مستر آدم. ملايين بتتحط في بنوك سويسرا في حسابات سرية وشخصية محدش يعرف عنها أي حاجة. لكن بقى التدريب مفهوش عمولات، ما بيكسبش يا مستر آدم. والعمولات دي بتروح لمين بالظبط؟ تفتكر انت بقى بتروح لمين؟ مستر آدم، تعال نتكلم مع بعض بصراحة. الوضع في البلد بقى وحش قوي قوي. اللي ماسكين البلد واكلينها عمالين ينهبوا في خيراتها ويعبوا في كروشهم لغاية ما ريحتهم فاحت. فكرك انت حقيقة اللي حصل في الجبل الغربي دي لو وصلت للشعب الناس هتسكت؟ ما اعتقدش. لكن اللي ماسكين البلد بقى مش في دماغهم، فاكرين ان محدش يدرى حاجة عن اللي هم بيعملوه وان الناس نايمة على ودانها. مستر آدم، احنا داخلين على مرحلة مهمة جدا وخطيرة من تاريخ كربستان. مرحلة عايزة راجل قوي، راجل يمسك البلد بإيد من حديد، راجل يفكر في مصلحة البلد ومستقبلها مش في مصلحته هو وبس. مستر آدم، الأمور لو فلتت مننا محدش هيقدر يلمها. صدقني محدش هيقدر يلمها. تفكر فيه يا رشدي. بفكر فيك انت مستر آدم. مستقبل البلد ده بين ايديك انت ومؤسسة الـAWC. مفيش شك ان الاتفاقية اللي هنوقعها معاك وهتنقذ كربستان، بس صدقني الاتفاقية دي هتنهار بعد لحظات من توقيعها. لو الأوضاع في البلد مش مستقرة، لو لسه في اضطرابات، لو اللي بيحصل في الجبل الغربي ده فعلا تحول لثورة، هتبقى كارثة. صدقني صدقني مستر آدم، أنا بفكر في مستقبل البلد دي، وعشان أضمن مستقبل البلد لازم يكون ليا دور، ودور فعال كمان. يعني ما بقاش عبد المأمور ولا عبد الجنرال. أظن حضرتك فهمني كويس يا مستر آدم. انت باصص لفوق قوي قوي يا رشدي. كل إنسان وله طموحاته، بس الطموح لوحده مش كفاية. الطموح لازم تسنده أعمال أو أفكار. عايز توصل ليه؟ هو أنت برضو مش زي يهمك إنك تخلص من شوية العيال المتمردين بتوع الجبل الغربي دول خالص؟ عندك أفكار؟ طبعاً. آه، بس ما تقوليش بقى فيران مزعورة وقطط مسلوخة والكلام الفارغ ده.
المرة دي أنا عندي ترتيب تاني خالص. قولي بتفكر في ايه؟ خبرة أجانب، دول كتير كنا بنستخدمهم في مؤسسات ومنظمات عالمية على مستوى العالم للأمن والنظام. هما بيتكفلوا بكل حاجة، الأفراد، السلاح، وده طبعا مقابل مبلغ مادي. وبيتهيألي إن حضرتك ومؤسسة الـ AWC مش هتغلب في حاجة زي دي، ولا انت رأيك ايه بقى مستر آدم؟ دول الجرحى بتوعنا، واللي هناك دول جرحى الجيش. انتوا بتعالجوهم؟ امال عايزنا نسيبهم يموتوا؟ مش قصدي مستر عامر. دول بشر يا مستر فرانك، ومن اقل حقوقهم انهم يتعالجوا، مش كده ولا ايه؟ انا سمعت ان في اسرى كتير وفي ما بينهم ضباط. ايوه فعلا. طب ودول هتعملوا معاهم ايه؟ ده قرار مجلس قاده الثوره، هو اللي حدد مصيرهم مش انا. نعدمهم كلهم، نضربهم بقصاص ونخلص منهم. واحنا بنتكلم عن واحد ولا اتنين؟ احنا بنتكلم عن فوق 100 بني ادم. عايز تقتل 100 بني ادم؟ امال هنعمل بيهم ايه؟ هنحرسهم؟ وحتى لو هنحرسهم عايزين كام واحد عشان نحرسوهم؟ وهناكلهم ونشربهم منين؟ دول جرمة، واللي في المقاطعه يا دوبك على القد. اسمح لي يا عم الشيخ نبهان، اسمح لي انبهك انت وبقيه الاخوه ان الاسرى الموجودين عندنا بيخضعوا لجميع المعاهدات الدوليه، وبالتحديد اتفاقيه جنيف في معامله الاسرى. اتفاقية ايه يا اخويا؟ انت مضيت على الاتفاقية دي يا جلال؟ نعم. انت مضيت على اتفاقية جنيف؟ لا طبعا. حد فيكم يا جماعة مضى على اي اتفاقية بخصوص اي اسرة؟ محدش فينا مضى يا جلال. الاتفاقيات دي اتعملت بين الدول علشان يضمنوا سلامة عساكرهم واسرهم. احنا بقى مش دولة، احنا منظمات ثورية ما بنلتزمش بأي معاهدة وبأي اتفاقية من أي نوع كان. وما تنساش انهم هم اللي ابتدوا وكانوا عايزين يقتلونا. مش معقولة بقى عايزين يقتلونا ونفتح لهم صدرنا ونقول لهم يا أهلا وسهلا يا مرحب، ولما يخسروا المعركة نقول لهم معلش عفى الله عما سلف. يعني انت رأيك ايه يا عرفان؟ انا من رأي الشيخ نبهان. انت الناس اللي بتتكلم عنهم دول يا عرفان من اهل كربستان زي وزيك؟ الناس دول اهلنا وناسنا مهما كان وضعهم، وارجوك ما تنساش الحكايه دي. ولا انت مستعد تقتل اهلك وناسك يا عرفان؟ العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. ما تنساش حضرتك ان هم اللي ابتدوا وقتلوا اكتر من 20 واحد مننا، واحنا قتلنا منهم اكتر من 100. اللي ماتوا منا ومنهم ماتوا في معركه، والمعركه انتهت. كفايه انا بقى قتل. يا اخوانا دول بني ادمين من لحم ودم، عندهم امهات واطفال وعيال، كل املهم انهم يرجعوا لهم. البني ادمين دول اللي بتتكلم عليهم سابوا اهاليهم وعيالهم وجولنا لحد عندنا عشان يقتلونا. دول عساكر يا عرفان، يعني بينفذوا اوامر وبس، لو ما عملوش كده ايه تعدم؟ الله اكبر. هو عشان يعيشوا لازم احنا نموت؟ يا ريتنا خلصنا عليهم في المعركه وريحنا دماغنا. وانت ايه رايك يا عامر؟ انا رايي ان ما نقتلهمش، لا الدين ولا العرف بيقولوا كده. في حل من اتنين، يا نعاملهم كأسرة ونديهم حقهم كأسرة، يا اما نسيبهم يروحوا بيوتهم. نسيبهم يروحوا بيوتهم عشان يرجعوا يحاربونا من تاني؟ ناخد عليهم تعاهد، اللي هيحاربنا تاني مش هنعتقه. صح، وقد اعذر من انذر. قالوا الحرام احلف قال جالك الفرج. انا من رايي نقتلهم ونخلص منهم. هنقول ايه لاهاليهم لو قتلناهم بعد ما استسلموا ورموا سلاحهم؟ تفتكر هيقولوا علينا ابطال وعاوزين نحرر البلد، ولا هيقولوا علينا ارهابيين عمالين نقتل اولادهم؟ انا معاك يا اخ عامر، وموافق على كل كلمه من كلامك، وانا كمان معاك في كل اللي انت قلته. صدقوني يا جماعه انا عمري ما بصيت للموضوع من وجهه النظر دي. والله انت ايه رايك يا عرفان؟ انتوا عارفين رايي كويس، لكن ده ما يمنعش ان احنا ناخد كلام عامر في الاعتبار.
رغم اعتراضي على مبدأ إطلاق سراح الأسرى من العساكر، لكن الضباط دول حاجة تانية. الضباط لازم يتحاكموا ويتعدموا. أنت بتقول إيه يا عرفان؟ بقول الضباط لازم يتحاكموا ويتعدموا. طب وتعب نفسك ليه وتعبنا معاك؟ ما أنت حاكمتهم وأعدمتهم وإحنا قاعدين أهو. جرى إيه يا عامر؟ جرى إيه؟ وأنا كل ما أقول حاجة تقول العكس؟ إيه؟ أنت مفيش حاجة بتعجبك في كلامي؟ كل ما أقول يمين تقول شمال؟ أمشي معاك وأقول شمال ترجع تاني تقول يمين؟ إمتى هنبقى ثوريين بحق وحقيقي؟ ثوريين من غير خوف؟ لما حد يضربنا على خدنا اليمين نضربه على خدوده الاتنين ونخزق له عينيه، مش نديله خدنا الشمال؟